إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. اليوم نبدأ البث ونطلب من عندكم أول الحاضرين أنه إذا كان الصوت واضح، الصوت واضح أو الصورة واضحة خلي خبرنا عشان نبدأ البث اليوم على منتج أنابوليك أيزو واي من شركة كيفل ليفرون. حبيبي جعفر شباب، بس بين ما شاء الله ما تحضر أكثر مجموعة على مود نسمع الكلام وما منظل نعيد ويستفاد أكثر مجموعة. شباب احنا عندنا الوي أو عندك الحليب، الحليب يتكون من تفصلة، تفصلة إلى شيئين، كازائين وتفصلة إلى وي. الكازائين بالحليب تقريبا يمثل 80% كازائين، 20% وي. فلذلك أنت تشوف أسعار الوي أغلى لأن تكلف الشركات أكثر. فهذا جزء مهم أنه كل بروتين الأحماض الموجودة بالكازائين هي نفسها الأحماض الموجودة في الوي، بس هن اثنينهن من الحليب. أرجع وعيد، 80% كازائين من الحليب نفصلة و 20% وي. أوكي، اثنيناتهم هم تحتوي على أحماض أمينية، فما في إشي سيء وايد، بس لكل واحد استعمال. الكازائين إلى استعمالاته والوي إلى استعمالاته. أهم شيء ساعدنا إحنا أنابوليك أيزو واي شركة كيفل ليفرون. هذا المنتج إذا تشوفه هو 1+5. شنو يعني 1+5؟ 1+5 هو واي زائد، انتبه، BCAA بالمنتج زائد الكرياتين زائد جلوتامين وزائد حامض الاسبارتيك والتورين. أوكي، هذول مجموعهم 6، يعني 6 مواد انت ممكن تاخذها بعلبة. فحنفصل كل مادة شنو فوائدها وليش هذا الشيء وليش سموه انابوليك يعني البنائي. اوكي، اول شيء من عملية فصل الحليب قلنا الكازائين يروح ويجينا الكازائين يفصلوا، ناخذ الواي بروتين. الواي بروتين عادة تفصل الى 3 اشياء، الكونسرت والايزوليت اوكي والهيدروليت لايت. الكونسرت اول واحد، الايزوليت ثاني واحد، والهيدرولايت ثالث واحد. اول واحد اوكي بنسبة دهون، والثاني الايزوليت اقل والهيدرولايت اقل. ولكن هذه اول شيء، يعني شوف المنتج ب 0.8 يعني 0.8 جرام دهون و 0.9 سكريات. أول شيء الدهون هي الدهون الحميدة، الدهون من الوي حميدة، مو ضايفين دهون، يعني هذه سريعة العمل وما تتخزن على شكل دهون، ونسبة قد تكون لا شيء. لا تتوقع في أي لحظة من اللحظات أكو وي زيرو. الشركات ممكن تكتب زيرو بس هو مو زيرو، هو 0.2 0.3، لأن لا يمكن أنه 0.0. أوكي، فالمهم هذا المنتج بالذات مثل ما قلنا يحوي. هسه اكو شركات اخرى عندها نوعين من يعني الواي، يكتب لك واي ينطيك نوعين، ينطيك الكونسرت والايزوليت. هذا المنتج بيتلافه من اول ثاني ثالث. اوكي، طبعا هم بالمحصله كلهم بروتين. الايزو يعتبروه افضل لان اقل، دا تعرف اقل. إذن هسه ساعدنا احنا في هذا منتجنا 3 انواع، شنو قلنا وي وشرحنا كل واحد نوعه، وهو ما بي كازائين، وهذا النسب جدا عالية هسه تشوفها. هسه عندك انت هذا الوي، شو خالك بالمنتج؟ خالك بالمنتج بي سي اي اي. طبعا البي سي اي اي الكل يعرفها انه هي 3 احماض مهمة لزيادة الكتلة العضلية. وهذني البي سي اي اي تقريبا ثلث بروتين العضلات. البي سي اي اي الثلاث احماض
اللي هي انتبه الليوسين والايزلوسين والفالين. هذن الثلاثة ثلث احتياجك العضله عضلتك من هذا البي سي اي، فلذلك انضاف واي زائد بي سي اي. طبعا والبي سي اي اي فد معلومه انه الاستقلابه ما يتم بالكبد، بالعضلات راسا، على العضلات سريع، فتفيد للريكفري استشفاء، يفيد ل نحكي يفيد كذلك انه ياثر على الدماغ. اكو السيروتونين هذا البي سي اي يشتغل عليه يقلله، فيقلل عن الدماغ شعور بالتعب. فلذلك اكو كثير من ياخذ البي سي اي اي من تركيا يقول لك يا اخي تعودت عليه. انت مو تعودت على الطعم، انت تعودت على عدم شعور بالتعب. ليش؟ لان يقضي لك على هذا الشيء بالدماغ، ما في تعب. اذا هسه هاي ثاني شغله. ثالث شغله فوق الوي عندي الكرياتين. الكرياتين شباب الكل يعرف هي احماض الجلسرين والارجينين والميثيونين، هذني ثلاث احماض ذني اللي تعطيني طاقه. طبعا هو مركب نيتروجيني عضوي يتم طبعا من خلال الاكل، من خلال الاكل يعني هذا ياخذوه دائما من اللحم من السمك فياخذوه من هذه. وطبعا تركيبته هي C4H9N3O2. اوكي، فهذا الكل يعرف انه الكرياتين. اوكي، هنا حد يقول لي الكرياتين خاصة المنتج هذا يؤخذ بعد التدريب. ليش الكرياتين؟ الكرياتين على مود عندي بيوت الطاقة اللي نفذت. ليش؟ لأن عندي الاستقلاب أو عندي الاستشفاء العضلي من بعد هدم أثناء التمرين، أكثر بناء يبدي ما بعد التمرين. لذلك هذا الشيء يعني مثل أنت عندك خلنا نقول بطريقة بسيطة البروتين إخوان هو عبارة عن الطوب اللي تبني به. أوكي، الأيدي العاملة منه لوديه ويحط ويخلي هو الكرياتين بكل بساطة. فلذلك أنت تحتاج كرياتين. أوكي، وكرياتين سريع. طبعا احنا نسينا يمكن العفو تناسيت انه الفرق بين الكازائين والوي. الوي سريع العمل سريع الامتصاص بالجسم، لذلك ناخذه بعد التمرين. الكازائين من 6 الى 8 ساعات. أوكي، فلذلك احنا هنا مركزين على عملية استشفاء زائد زيادة الكتلة العضلية. عندنا هنا الجلوتامين، طبعا خلوا بالمنتج جلوتامين. الجلوتامين واحد من اهم الاحماض الممكن يحتاجها الجسم، ممكن أن تأخذه الصبح، ممكن تأخذه قبل التمرين، ممكن تأخذه بعد التمرين، بس أفضل شيء هو بعد التمرين. ليش؟ لأن هو أساسي في بناء العضلي. وإحنا وين نريد؟ أنا هسه هدمت 1000 خلية، وين بدي أبنيها؟ ما بعد خوبا، ما بعد التمرين أظل أنتظر 3 أو 4 ساعات بدون غذاء. فأسرع غذاء وأفيد غذاء هو الوي زائد الجلوتامين زائد البي سي اي اي. أوكي، طبعا ناهيك انه الجلوتامين هو مسؤول على رفع جهاز المناعة وللبناء العضلي، وله فوائد كثيرة عنده. ينوجد مثلا جلوتامين ال ودي، بس احنا ما نريد نتحدث بهاي. هنا من المهم انه نذكر فشيء اللي هو حامض الاسباراتيك اسيد. هذا حامض غير اساسي، هذا حامض غير أساسي، طبعاً ضافه بالنسبة بالمليغرام. أوكي، هذا يحفز الألجي وهو محفز الخلايا في الخصيتين، والتي هنا اللي هي تنتج هرمون التستيرون. إذن هذا يحفز، هذا الحامض يحفز الألجي بنسبة عالية وسريعة. أوكي، هذا الحامض جداً مهم أخوان. هتقول لي ليش؟ ارتباط التستيرون بالبروتين ارتباط عظيم، ارتباط عظيم. اي واحد عنده انهباط بالتستيرون ما يستفاد من البروتين، لا المأكول ولا الدرينك يعني ولا عفوا السبلمنت نهائي. فلذلك انت من تاخذ العلبه اذا رجعت لي تقول لي انت حكيت وهيك، روح افحص التستيرون او اخذ هذا المنتج. هذا ليش؟ لان انا كشركه دعمت لك، هي شركه ليفرون دعمت لك عشان لا حد يقول انه، لأن كثير صارت أنه يشتري وتستيرون هابط. فهذا مهم جدا، هذا الحامض اللي يشتغل على الالجي، الالجي يحفز الخصيتين على إنتاج التستيرون. أوكي، وشوف هذا طبعا يمدك 16 ساعة
يمد الألجي اللي يروح يحفز الخصية على إفراز التستيرون 16 ساعة. فلذلك هسه اكو واحد حيقول انه مثلا انا اخذ البروتين مثلا بعد التمرين، اوكي اخذ سكوبين بعد التمرين جيد، بس شنو رايك بعد 16 ساعة ممكن انه ينزل هل هذا الحامض وينزل عندك محفز التستيرون؟ لا، ممكن اخذه بعد سكوبين، بعد 16 ساعة، بعد 12 ساعة، ثاني يوم الصبح. المهم هاي بعدين نحكي عنها. طبعا واكو دراسات على مود لحد لي يطلع يتفلسف، اكو دراسات، بعض الدراسات تشير انه مسؤول همينة على الغدة النخامية اللي هي مسؤولة على على الجي اتش، يحفز هذا الحامض يحفز الغدة النخامية عشان تفرز جي اتش. اوكي، فلذلك يعني هذا الحامض انا بعتبره من المحفزات الجدا جدا ضرورية اللي تضاف الى هيك مواد على مود تضمن انه المستقبل من ياخذ ما يرجع ويقول لك هذا منتجك كان غير لائق بيه. اوكي، عندي هنا همينة ضايفين حامض التورين. طبعا حامض التورين مهم لبناء الأغشية للخلايا، يقوم بتنظيم المواد الغذائية عبر الأغشية للخلايا ويزودها بالحماية ضد السموم. هذا جدا جدا مهم، طبعا هذا يساعد على الكبد، يساعد على السموم اللي ممكن انه تنتشر في الجسم. ليش؟ لان عملية التمرين عملية هي هدم أغشية، اذا تعرف هذا يساعدني. طبعا ويساعد الكبد ويزيد من وظائف الكبد، هذا جدا مهمة، يزيد من وظائف الكبد. كل ما زاد وظائف الكبد كل ما استقبالك للبروتينات أكثر. طبعا تنوجد طبعا هو هذا الحامض التورين ينوجد بالعضلات المخططة، مو ملساء ومخططة، هذا بالمخططة، وينوجد بالهيكل العظمي طبعا وبالعين وبالدماغ. أوكي، طبعا هذا اكيد حيزيد من الكوردينيشن اللي هو التوافق العصبي عضلي اللي هي انطلاق الاوامر من الدماغ الى العضلات بالانقباض والانبساط، فهذا حيزيد تركيزك. لا تشوف هذا الحامض ايش قد مهم، وهمينا هذا الحامض كذلك يساعدك من التخلص من اللاكتيك اسيد. شنو اللاكتيك اسيد؟ بكل بساطه فضلات العضله، فضلات العضلة اللي مرات انت من يصير بومب عندك بالعضلة ايدك توقف، عندك قوة بس مدى تقدر تفتحها، هذا اللاكتيك أسيد، هذا يساعدك على التخلص منه. طبعا وهمين يستعملون طبعا التورين لزيادة حركة الحيامل، وشيء اكيد لتنشيط واستقرار القلب اثناء الرياضة. فهسه هنا شباب احنا اذا نشوف المنتج، حجم المنتج طبعا الدارج هسه 2 كيلو ب 66 سكوب، مثل ما قلنا 1 زائد 5 اللي واحد اللي هو الوي، الخمسة اللي هي بي سي اي اي، الكرياتين، جلوتامين، حامض سبارتيك، حامض التورين. اوكي، بالسكوب بال 30 جرام، بال 30 جرام اكو 25 فارزة 5 ايزو بروتين، اوكي ايزولات اللي هي مثل ما قلنا الثلاثه اللي هي الوي، وعندي 0.8 جرام دهون، 0.9 سكريات. سكريات هو السكر الجلوكوز الموجود بالحليب اللي هو هيك انت تصرفه، اللي هو هيك انت جسمك راسا يمتصه على مود يعوض ما هدمه من الخلايا، على مود يعوض العمل والطاقه. اوكي، نسبه هاي الدهون الحميده اللي انت تكون عندك كلها نازله اللي هي اصلا تعتبر الدهون الحميده، ما اقول لك ايش قد لها فوائد، لها فائده انت تستفاد منها لاعب البادي بيلدر او لاعب الفتنس، في زيوت عندك، زيوت حميده تساعدك على تنشيط افرازات الهرمونات من التستيرون الى الجروث الى الثايروكسين الى كل شيء. اوكي، فهنا هذه من تنكتب لا شيء هي، بس احنا نرجع نقول 0.8 دهون حميدة تستفاد منها ما تتحولها دهون، تعتبر لا شيء. اوكي، وعندي هنا 6 جرام بي سي اي اي، وعندي الجلوتامين 5.85 جلوتامين، هاي طبعا بالسكوب ال 30 جرام، وعندي 500 ملي جرام حامض السبارتيك، و 1000 ملي جرام تورين، 1000 ملي جرام تورين. هنا قبل ما انسى اكو شغلات مهمه، انت اذا اخي عندك مشاكل في المعده وتاخذ ادويه وتاخذ هاي كون حذر،
استشير دكتور، بس لا تجي تقول المنتج، لا المنتج ست مواد، منطيك البروتين الوي السريع بأفضل أنواعه، أوكي، منطيك البي سي اي اي الريكفري، منطيك التورين يعني جامع لك مجموعة، ومنطيك الحامض المسؤول على زيادة التستيرون والجي اتش عندك، يعني هو كعلبة فل لإلك، بس تبقى شلون أنت تستخدمها. أفضل طبعا قبل ما أنسى، هنا أنت من تشتري العلبة من عندي وتروح تذبها بأي مكان، لا لازم تخليها ما تتعرض للشمس بغرفتك، حرارة الغرفة من 15 إلى 25، أما إذا غرفة نار ودرجة حرارة الله يعين العراق، لازم تخليها حفظها في درجة 15 إلى 25 وما تعرضها للضوء. إذا تعرضت للضوء ذبها، لأن تعرضت للضوء ذبها، بس لا تقول شركة كيفن بعد شهرين ثلاثة تتذكر والله عندي علبة بروتين رايح ذابها بمخزن والحرارة مشتعلة بيها، لو الضوء يضربها، لو خالها أنت أنه مثلا بالغرفة بأي مكان يضربها الضوء، وذاك الوقت تجي تقول لي هاي مواد كلها تتأثر بدرجات الحرارة، ويا أخويا تتأثر بضوء الشمس. أوكي، هنا عندي طريقة الاستعمال، طبعا دا أشوف الشباب مشاركين ما شاء الله، وحجاوب أغلب الأسئلة اللي الله ينطينا قوة نجاوبها، بس نريد نقول أنه هذا المنتج يا أخوان هسه الآن في الجروب حينزل لك مكانات الموجودة، ممكن أنه تأخذ هذا المنتج، اوكي ان شاء الله، وحينطيك الاسعار في كل مكان من العراق او غير مكانات اخرى، يعطيك ببغداد، كربلاء، نجف، اي مكان ان شاء الله. هاي واحدة. اثنين، طريقة استخدامه اخويا، طريقة استخدامه بعد التمرين تاخذ من سكوب الى سكوبين، من سكوب الى سكوبين، للي يريد حجم عضلي، ليريد زيادة الكتلة العضلية بدون بلك وبدون دهون، أوكي، رأسا مباشرة تأخذ الوي. حيسألني واحد يقول لك كابتن مؤكل يقولون من تأخذ ينزل الجروث، على عيني وعلى راسي، إذا تأخذ مثلا موزة أقل من 30 جرام موزة ما يأثر على الجروث، فوق 30 جرام هو اللي يأثر. زين أنت ماخذ وي ما بي أي شيء، ما بي أي سكر، السكر اللي تشوفه لا شيء، يعني أقل من 30 جرام بكثير، فلذلك مباشرة أخلي السكوب، أخلي المج أو نشرب فيه وأخلط 2 سكوب مباشرة بعد التمرين وأدعم نفسي. واللي يريد أكثر زيادة بالحجم العضلي، إنه مثلا أخذت اليوم بالستة الصبح، يعني مثلا خلينا نقول بالستة العصر، أحسب لك 12 ساعة أو الصبح ما بعد صبحها، ما بعد الفطور تقدر تدعم نفسك بسكوب واحد او سكوبين، يعني حسب حاجتك، كل واحد يلبس الثوب اللي يناسبه. بس عموما انا بالنسبه لي كلاعب عندي ثقيل مثلا، وبدي بالمرحله الاوف سيزن او الاون سيزن انطي 4 سكوبات صراحه، بس مو معناها انت تروح تقلد. هاي اقول لك انا عندي واحد وزنه 117 كيلو، اوكي، فأخواني هذا بالنسبة للأقدر يعني أقدم لكم ياه، وعذروني.